حلم تمناه المئات من ذوي الهمم بالإسكندرية في أن يستمتعوا بالبحر دون تنمر أو نظرات شفقة، ومنذ أيام تحقق الحلم ليصبح لهم شاطئ مجهز بمنطقة المندرة بفضل جهود المسؤولين المؤمنين بحقهم في الحياة دون تنمر. من أول ما يدخل البوابة بالدراجات ملوك الكراسي بيخشوا، بنرحب بيهم وبنقعدهم في منطقة مخصصة ليهم. بعد كده لو هو حب ان هو ينزل الميه عملنا له رمب خاص بيه لحد ما ينزل تحت. احنا ما لن نتوقف عن التفكير لصالح ذوي الهمم. سيادة المحافظ متابعنا ودايما يشجعنا في الافكار دي. احنا في حاجه هنعملها هننفرد بيها في محافظه اسكندريه، ان انا هسمح لملوك الكراسي ان هم ينزلوا الميه. دي مش موجوده في جمهوريه مصر العربيه. اسكندريه دايما سباقه ولها افكار رائده في هذا المجال. هنسمح لهم ان هم ينزلوا الميه ان شاء الله. هندعوكم انكم تفتتحوا معانا هذا الشاطئ ان شاء الله. خدمات طبعا للشخص اللي هو على كرسي متحرك، طبعا العمال بتوع الشاطئ بيستقبلوه من بره، تمام، بيساعدوه لحد ما يقعد في استراحه. ايه الاستراحه؟ طبعا مساحتها 35 متر، طبعا فيها انتريو ومجهزه من كل حاجه، ممنوع اي شخص يسوي يقعد عليها، دي مخصصه للمعاقين فقط، تمام. وفي جزء مخصص للبحر ذوي الاعاقه جنب الممشى بالظبط، تمام. العمال طبعا بيفضلوا واقفين معانا لاخر ما نمشوا. انا كعامل لما بشوف ان هو ذو الهمم داخل انا اللي بدخله بايدي، ولو عايز ينزل الميه انا اللي بنزله بالكرسي بتاعه، بيبقى مرتاح خالص. هنا حضرتك موجودين طبعا، هنا وحده اسعاف، موجودين جهاز قياس الحراره، وانا ببقى سعيد جدا 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 وانا ماشي كده الكرسي بالانسان اللي هو ذو الهمم ده، لان ربنا واخد منه حاجه، فانا طبعا لازم اسعده. اكيد بقى شعوري فرحان بقى وسعيد، وبقيت اعرف انزل البحر. يا حبيبتي يا مصر يا مصر، يا حبيبتي يا مصر يا مصر، يا حبيبتي يا مصر يا مصر. بسبب اصحابي، انا مع اصحابي وعند بحر، نزلت المايه وقعدت طول اليوم واستمتعت جدا في وسط اخواتي ووسط الرابطه وكده. انا واصحابي ذو الهمم نجحنا في حاجتين. اول حاجه نجحنا في الحديقه لذو الهمم، وثاني حاجه نجحنا في الشاطئ. ابتسامه رضا من ذوي الهمم ومجهود لا يتوقف لاسعادهم من العاملين بالشاطئ، هذا هو ملخص مشهد شاطئ التحدي، شاطئ ذوي الهمم.